السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. السلامة ديال الكرة يلعبها بسرعة متولي بحثا عن حميدة حداد، ولكن متولي هنا يعمل الكنترول بالصدر ثم يرفع، لكن متابعة بالوطني بينما لدينا كرة في العمق، ولكن متابعة بعد ذلك من يعني في وقت قريب كانت هذه الأسماء تلعب بصفة أساسية. تمشي كرة كوناتي يعيد لهشام المجد، ايش شاكر ومحسن متولي، محسن يرفع لكن سالة لحارس وفرصة هنا نحو جول كوناتي يعيد لي الخلف مباشرة لهشام المجد، ايش لي عناصر اتحاد طنجة امامية الكرة نحو كوناتي وراقب تحركه سفيان، يدخل سفيان وفرصة يا سفيان، المستوى الافريقي تلعب هذه الكرة وخطيرة بينما لدينا هنا خطأ، فرصة رجوية فرصة رجوية، سفيان من اصطاد الأخير من الميدان، تمشي كرة أمامية سهلة سهلة بين أحضان الكرة المتقدمة، الكرة العرضية المتابعة بعد ذلك حتى التصنيع الكبير الوادي اللي كان لاعب سابق لفريق الرجاء الشنتوف بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. هشام المجد جديد سفيان وتسديدة هشام المجد، الكرة تمشي لركلة انتظار طبعا هنا التسديدة في انتظار برمجة اللقاءات، يقول مارانغو هذه العرضية حميدة حداد ولكن هشام المجد فيها المتابعة نعم في خلق المساندة، هنا زريدة العرضية المجد رايا، يا سلام على هذه الراسية من مارانغو، يا سلام على التصدي الرائع من كي يا حميدة حداد، حداد سدد لازالت خطيرة يا جبرون الرجاء صار اخطر بعد هدف اللاعب يوسف انور، هنا المتابعه براسيه وهشام المجد فيها المتابعه نعم. كثر الفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.